اعتاد اللبنانيون إطلاق النكات أو الدعابات سياسية كانت أم اجتماعية كلما اندلعت أزمة معينة، وكأنهم بذلك يرفهون عن أنفسهم ويخففون من حدة التوتر. الأحداث المتفرقة الأخيرة التي اتسمت بظاهرة حرق الإطارات نالها قسط وفير من الدعابات، مثل تلك التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف الذكية كبلاك بيري. نظرا للإقبال الكثيف على حرق الدوليب، رح نضطر نعمل جدول للطوايف. سنة بيحرقوا دوليب التنين، والشيعة الثلاثة، الدروز الأربعة، والموارنة الخميس، لأحد باربيكيو دوليب كلهم سوا، واللي عنده اعتراض يروح يحرق دولاب. وأخرى عن خبر عاجل يقول: قطع الطرقات عند طريق المطار، الطريق الجديدة، سليم سلام، الكولا، الحمرة، الطيونة، سن الفيل، وذلك احتجاجا على أنه مصر شي اليوم. ومن جديد تعليقا على اعتماد كل الأطراف في لبنان ظاهرة حرق الإطارات: بالدور شباب، كل طائفة كريمة إلى نهار، أهم شي نضل بالنظام بلا تدفيش، وما حدا ياخد دور التاني، في دوليب للكل. حتى برامج الإذاعات تأقلمت مع الوضع وأطلقت مسابقة شاركنا توقعاتك في أماكن الإشكال ليوم غد لتربح معنا فرصة الذهاب لموقع الحدث مع دولابين هدية، أي إطارين لإحراقهما. اللبناني لا يفوت فرص السخرية على الوضع في بلده حتى لو كان مغتربا، فهذه صورة شاحنة محملة بالإطارات التقطها لبناني في دبي وصدرها إلى لبنان بعنوان: من دبي لبيروت يا عيوني. حتى العلم اللبناني تغير واستبدلوا أرزته الخضراء بالإطار. وتحسرا على موسم الصيف السياحي الذي قد يتأثر بكل ما يحدث، هذه الصورة للعلم اللبناني بعنوان صيف لبنان 2012 برعاية، وعلى العلم تظهر علامات الإطارات التجارية. وأخيرا نموذج عن طبيعة اللبناني الذي يضطر لمطاردة فرص العمل أينما كانت، صورة بائع ذرة يعمل وسط جماهير تحرق إطارات، ففي النهاية لابد أن يأكل الشعب الذي يتعب وينهمك بتلويث بيئته. دي على أبي زيد دويهي، العربية.